كيف حالك؟ ما جربش ربنا يتوب عليك من موضوع تفسير الأحلام ده؟ عملنا لك متابعة اهو. ايه؟ ما جربش ربنا يتوب عليك من تفسير الأحلام ده؟ لا والله بصراحة، لأن أنا أفضل مفسر على وجه الكرة الأرضية بلا فخر، كلام وما أفسره مش ده عين الصحيح نفسه، كذلك في الرقية بفضل الله جل وعلا، وعندي في الفيسبوك يعني 5 مليون متابع، 5 مليون ومئة ألف بفضل الله يعني. بس بتضطر في أوقات ما تقولش الحقيقة. لا لا لا، هو أنا الحمد لله الرؤى اللي هي بتكون سيئة، تمام شباب، نكبس على الشاشة شوية فضلا وليس أمرا. الأحلام اللي هي ما بتكونش كويسة أنا ما بذكرهاش نهائيا، يعني بقول حديث نفس أو ما بسكت عنها. لكن عايز أقول لك على حاجة، شوف يعني إحنا في زمن في الوقت الأخير ده الشياطين كثرت فيه بصورة فظيعة جدا، لدرجة إن الشياطين هي اللي بتعمل السحر للبشر. معقولة؟ آه طبعا، أنت ممكن وأنت قاعد بتاكل كده الشياطين تسحرك. طيب ايه السبب يعني؟ شوف يا سيدي، أنا أقول لك على حاجة، هو في حرب على الإسلام باطنا وظاهرا، تمام؟ أنت اسأل أي واحد عنده خبرة في موضوع الرقية الشرعية واسأله، قول له أنا عايز أسألك سؤال، هو الأسحار اللي بيكون الشياطين اللي بتكون ساكنة في الجسم، إيه الديانة بتاعتها؟ لو هو فاهم بعرف انه بتكون ديانة غير الاسلام يعني. ديانة واحدة بس، اليهود ما لهمش دعوة، اليهود مش فاضيين لموضوع الأسحار، لكن هي ديانة واحدة، تمام؟ ففي حرب. نصرانية بس. اه الديانة النصرانية، كل شيطان بيسكن في جسم أي واحد مسحور نصراني قولا واحد. يا سيدي الكريم، ده في ناس يعني سبحان الله بتقول ترانيم، يعني بتقول ترانيم، يعني بتقول ترانيم وهي مش حافظة الترانيم. طب أقول لك على حاجة، ودي طبعا يعني سبحان الله من العجب العجاب يعني. طب اقول لك حاجة، اه اللي انت قلته ده اقسم بالله العظيم انا سمعته باذني. اللي هو ايه؟ احكي لك القصة. واحد بلدياتنا، تمام، كنا شغالين في مكان معين كده، شاب مش متعلم، دخلش مدرسة، كان عنده حوالي 18 19 سنة، كنا شغالين، كنا في مكان يعني مقاولات وكده. الواد جاته حالة تشنج، أغمى عليه ووجع، واللي هو اللي حضر عليه الجن بيحضر عليه في حالة الزعل الشديد، حالة الغضب الشديد، حد زعله، حد شتم، وحد ضرب، الكلام ده يعني. الواد وجع على الأرض، ابتدى يقول ترانيم ترانيم، أنا بسمعها في أعياد الكريسماس والحاجات اللي هي الأعياد دي. أنا مستغرب، تمام، أقول هو بيقول الكلام ده منين؟ فابتدى، كان في واحد يعني كان سن صغير، ما اعرفش في الحياة دي، كان في شخص متعلم وفاهم في الحياة دي، فقعد يتناقش مع الجن ويقول له انت مين ومش عارف ايه. قال له هو اذاني وانا لبست الجسم في الجسم. قال له عمل ايه؟ قال له هو كسر المقبرة. كل ده كلام فاضي، هي حرب على الإسلام. لا أهم حاجة بص، أنا أقول لك على شيء، عايز إبليس اقول لك عايز حاجة، هو الواد ده ذات نفسه بيحكي لنا القصة اللي حصلت ليه، بس ما يعرفش بعد كده حصل له. الواد ده كان شغال جنب مقابر نصارى وكده، فهو معدي، كان معاه فاس، فلقى مقبرة قديمة، فقعد يكسر فيها كده يشوف فيها ايه، فالواد جاته حالة تشنج وخدوه على دكاترة ومشايخ والكلام ده، اتلبس. انت غالبا الواد ده هتلاقيه ما كانش بيصلي، اما كانش بيصلي يعني. بس عشان كده انا بقول لك يعني في حرب شديده جدا، والموضوع يعني فوق الوصف. اما بالنسبه لموضوع الاحلام فالحمد لله، يعني انا اول واحد في السوشيال ميديا عمل محتوى تفسير الاحلام على فكره، اول واحد. بس المشكلة في حاجة، انه 90% من اللي بيسألوا على تفسير الأحلام نساء. انا الحمد لله متزوج وعندي عبد الله، ما أنا بس عارف، بس ليه 90% منهم نساء؟ لأن 99% من النساء ملبوسين، 1% سليم. معقولة؟ آه طبعا، ده كلام ابن القيم، ما قرأتلوش قبل كده؟ قال إيه في الحتة دي؟ ابن القيم كلمة مقولة يعني على حسب ما تذكرها، إن النساء 99% منهم
مسحورات يعني تحت أثر الجن، لو كشف الحجاب عنهم لوجدتهم إن هم تحت أثر الجن. طيب ليه يعني؟ هو ليه؟ لأن النساء أساسا، أنت ساكن وين؟ فين ساكن؟ ساكن في بيتني. يعني أنا البلد بتاعتك مدينة من المدن اللي هي زي اسكندرية، القاهرة، لا، المدن اللي قرية قرية قرية. طيب أنا عايز أسألك سؤال، قبل 10 سنين من الآن كان البنات اللي بتلبس بناطيل عندكم قد إيه؟ أو قبل 20 سنة؟ لا، ما فيش الكلام ده. طب دلوقتي في واحدة بتلبس جيبة؟ لا، الموضوع ابتدى بطريقة غبية خالص، والبنات بتعاند في بعض، واللي بتلبس جيبة تقول لك أنا حاسة إن أنا نفسي متخلفة وسط الناس، إلا في بعض البلاد ربنا يعافينا، يعني في الصعيد ملتزمة يعني. بص يا سيدي الكريم، أول حاجة أنا عايز أقول لك على شيء، أي إنسان مش مسحور، أي إنسان ما بيصليش هو مسحور قولاً واحد. لكن في حاجة الناس مش واخدة بالها منها، إن بيفضل مثلاً يقعد قدام الراقي، فيجي الراقي يقول له إيه؟ اطلع من الجسم، يقول له مش طالع يا ابني اطلع من الجسم، يقول له أنا بقول لك مش طالع، طب اطلع من الرجلين مش طالع، ويقعد الشيطان يخبط ويتنطط في الجسم. طبعا الطريقه بتاعت الرقيه دي هي طريقه خطا غير صحيحه. ليه؟ لان اولا الجسم الانسان ده هو عباره عن مركبه، المركبه دي هي عباره عن سياره، تمام، ولله يعني سبحان الله ربنا خلقنا في احسن تقويم، لكن مين اللي بيسوق هذا الجسد؟ اما ان يكون الملك الموكل او الروح، والروح هي اللي لو هي اللي بتتحكم في الجسد، فهنا ينتقل الانسان من عالم الشهاده اللي احنا فيه لعالم الملكوت، يعني بمعنى صح ما بيكونش عايش في الدنيا يرى الملائكة، وفي البعض يعني سبحان الله يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، والموضوع ده كبير جدا. القسم الثالث بقى وهو الأخير ولازم إنك أنت طب هل تاخد بالك، موضوع رؤية النبي يقظة ده يعني لو كان حدث فعلا لكان الأولى به الصحابة والتابعون، ودول أطهر الناس قلوبا، ولم يرد عن أحد منهم أنه رأى النبي يقظة، ولم يرد إلينا. ففي حاجات كده مش هنعرف نجمع لها مخرج. مش هنخش في جدال. مين قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا عايز اقول لك على حاجه، عمر بن الخطاب توفى في حجره من؟ توفى في بيته بس دفن في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. حلو قوي، لما دفن في حجره النبي صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه كانت بتغطي نفسها وهذا ميت ليه؟ حياء منه، حتى هو ميت من باب الحياء. الاموات يشعرون بالاحياء. حلو، أوضحها لك. الله عز وجل قال إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال الله عز وجل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم. وقال الله عز وجل في معنى في آية أخرى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كده انت عندك 3 ايه ايات، فالاعمال كلها ديت يعني يقول لك ايه، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فيجي الانسان يمسك كتابه كده، النبي صلى الله عليه وسلم مطلع عليه يرى العمل بتاعه ويحضر الحساب بتاعه ويشفع له عند الله جل وعلا. والله عز وجل هو من اوضح ذلك في القران الكريم. اذا المحسن في هذه الحياه اللي وصل لدرجه الاحسان، إذا كان يعبد الله بقلبه ويرى الله عز وجل بقلبه، فكيف لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ببصيرته؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دي وردت في سورة التوبة. هي وردت مرتين في سورة التوبة، بس ما تقوليش في الآخرة بالله عليك. لو في الآخرة بص يا عم، فالدنيا، لا بص، عايز اقول لك حاجة، لا اسمعني بس، عايز اقول لك حاجة. لو في الآخرة فالدنيا مرآة الآخرة. أنا استنى ليه؟ لما اشوف العمل بتاعي بيعرض على النبي وبيعرض على المؤمنين يوم القيامه، ليه ما عيش ده؟ اللي عاش ده في الدنيا، اللي عاش ده في الدنيا بيسمى محسن، فيرى النبي يقظه، وانا مع رؤيه النبي يقظه. بس بيرى يقظه ازاي؟ في نقطه، بيرى يقظه مش بالعين يا المجرده جدا، يوسف، يا يوسف بيرى بالقلب. أرجوك اسمعني، ايه ما تجيبليش آية من المصحف وتقول لي خد، هات الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها عشان توضح إن إحنا مش عايزين نلبس على الناس. هنا ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن الذين تخلفوا عن الجهاد، تمام،
وربنا بيعاتبهم وبيوضح الأمر. ربنا قال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ هذا الكلام في حياة الرسول. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هيكمل لك هنا في الدنيا: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هنا مرجون لأن الله لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم والله غفور رحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اسمعني يا سيدي الكريم، أنت يوم القيامة، خلينا خدنا من الدنيا تمام، يوم القيامة أسألك سؤال، يوم القيامة هنا سؤال بقى، يوم القيامة وركز معايا فيه، النبي سيرى عملك ولا لا يراه؟ طيب أنا ليه أستنى بقى ليوم القيامة؟ ليه ما استشعرش الشعور ده بقلبي إن النبي معايا في كل عمل أنا بعمله؟ طب انا استشعر ان ربنا معايا في كل عمل، ليه استشعر النبي وربنا اعظم؟ ما أنا ده اللي أنا قلته لك في من قبل دقايق لو أنت ما ركزتش معايا، قلت لك الإنسان في حالة الإحسان يرى الله بقلبه، فكيف لا يرى رسوله؟ طيب تمام، حتة رؤية النبي في اليقظة، هل انت رأيت النبي في اليقظة؟ أنا رأيت النبي في اليقظة، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات اليقظة. في اليقظة. دي بقى حاجة بينه وبين ربي. طيب بلاش، انت ممكن يكون عندك وسواس قهري او حاجة. أنا لا ما عنديش وسواس قهري، أنا رأيت ما لا عين رأت وسمعت ما لا أذن سمعت ورأيت في عالم الملكوت. يعني الحمد لله ربنا، يعني أنا دخلت عالم الملكوت. اسمعني يا أستاذ، ما هو اللي عنده وسواس قهري بيقول لك انا شفت ربنا، تمام؟ فده الموضوع سهل يعني. رؤية الله عز وجل لا تتحقق إلا في الآخرة، لا تتحقق في الدنيا أبدا. يا عمي انا بضرب لك مثال، انا جاني واحد قال لي انا شفت سيدنا جبريل، طب ايه رايك شافوا إيه في الحقيقة؟ في الحقيقه واتكلم معاه؟ طيب شوف، تعرف واحد اسمه عمران بن حصين؟ سمعت عنه قبل كده؟ عارف هو عمران بن حصين ده مش كان بيسلم على الملائكة في الطريق؟ نعم، هو كان عنده زي ما تقول مرض، وعندما اكتوى منه تمام. كويس انك انت عارفها. طيب انت ما تعرف حديث الاحسان؟ سمعت عنه وانت اكيد قرأته صح؟ ما الاسلام وما الايمان وما الاحسان؟ قرأتهم الثلاثة ولا لا؟ قراتهما. طيب الراجل اللي ما كانش عليه غبار السفر ده كان مين؟ سيدنا جبريل طيب مين اللي رآه؟ رأوه كل الصحابة، طيب انت ليه بقى بتمنع ده؟ طيب بس استنى، انت عارف الراجل اللي قال في بيت الندوة لما كان موجود وقاعد معاهم وكان جالس معاهم في بيت الندوة، تعرفه برضو ولا ما تعرفوش؟ اللي هو الشيطان شافوه ولا ما شافوهوش؟ بس تمثل. الإنسان لا يستطيع أن يرى الملائكة على صورتهم الحقيقية. فالعالم اللي احنا عايشين فيه ده اسمه عالم شهادة، ايوه وهناك عالم اسمه عالم الغيب، وهناك عالم اسمه غيب الغيب. فمن وصل لغيب الغيب هو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من اصطفاهم الله عز وجل من عباده بالحضرة الإلهية. عارف ايه هي الحضرة الإلهية؟ لا قولها لي. قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ايه طب هي يا ذكرى الدار؟ نعم يا فندم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فإيه هي ذكرى الدار؟ قول لي انت بقى، انا عايز اعرف تفسيرك. طيب مين هم أولي الأبصار؟ اللي هم الأنبياء. طيب وليه ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار؟ فين الأنبياء اللي كانوا بيتبعوا النبي؟ بحر طويل. لعبرة لأولي الأبصار. أنا عايز أقول لك على حاجة، الرازي اختصر لك الحياة في العلم بثلاث نقاط. بس المفسرين قالوا في ذكرى الدار عقبى الدار، يعني الآخرة قال لك اللي هي الجنة. أيوه حلو قوي، إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، فهم كانت أجسامهم في الدنيا وقلوبهم في الآخرة.
ولذلك كانوا يرون الحياة على حقيقتها. فأنت لو ربنا كشف عنك الغطاء وكشف عن السامعين الغطاء وكشف عنا الغطاء لوجدنا إن إحنا دلوقتي أموات. هذا علم اليقين، وإن أنا وإنت الآن بنحاسب أمام الله جل وعلا. علم اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. ووجدنا إن إحنا نحاسب أمام الله جل وعلا. فإن إنت علمت ده هذا يسمى بعلم اليقين. لو عشته بقى وحسيته فتظل في رعب وخوف. لذلك المؤمن دايما بيتمنى ان يتوفاه الله جل وعلا، يعني ان هو يموت. تمام؟ ليه؟ عشان خايف ان هو يفتتن او يقع في فتن او يقع في ابتلاءات. فدايما القلب خايف. فلو وصل بقى ان هو عرف 24 ساعه ان هو ميت، وممكن في لحظه واحده ينتقل من العالم اللي احنا فيه لعالم الحقيقه اللي هو عالم الشهاده، العالم الغيب، يصل لدرجه اسمها حق اليقين. حق اليقين بقى ده حدث عنه ولا حرج. هذا يرى الملك على الصورة اللي جثت فيها، يعني على التصور بتاعه وليس على الحقيقة، ويرى الشيطان على الصورة اللي هو ايه متمثل بيها. فعشان كده طيب انا عايز اقول لك على شيء، اسمع مني بقى نقطة أخيرة ما حدش قالها لك ولا هيقولها وانا بقولها على الملأ. انت ممكن تكون قعدت مع شيطان قبل كده وشربت معاه كوباية شاي واتسامرتوا مع بعض واتكلمتوا مع بعض، وانت مفكر اللي قاعد معاك ده فلان بعينه، لكن مش هو، ده ابليس او شيطان من الشياطين. الموضوع كبير، الموضوع كبير قوي. لكن انا اقول لك، انا الحته دي مصدقها لان انا قاعد معاك. يا اخويا قصف جبهة دي، والله قصف جبهة. شيخ يوسف انت بسمتيني بصراحه، بس انا عايز اقول لك على حاجه. اقول لك حاجه يا عم، اسمعني بس، اسمعني، اسمعك والله اسمعك. في واحد بيسموه خاطب الناس، خاطب الناس على قدر عقولهم يا عم الحاج. انت لو قلت الكلام ده الناس هتقول عليك ده انت مخ ضرب. في واحد بيقول لك ايه، عالم بالشريعه وفي عالم بالله وفي عالم بالشريعه وعالم بالله. اجهلهم هو العالم بالشريعه. يعني العلماء دول بتوع الشريعه دول جهال يعني؟ غير العالم بالشريعه والعالم بالله. ما انا قلت لك الله. اجهلهم. هل انت هتساوي العالم بالله زي العالم بالشريعه؟ بالطبع لا. طب ما هو مش هيبقى عالم بالله الا اذا عالم بالشريعه يا عم الحاج، انما يخشى الله من عباده العلماء. في واحد مثلا ايه ما يعرفش غير الحلال والحرام زيك كده، كلمتين اتنين، لكن العقل عنده مكفول، لا هو وصل لأولي الابصار ولا وصل لأولي الالباب ولا وصل لاي تدبر، جاهل بكل شيء. بس يعرف بس ايه في كلمتين اتنين. اولا انت بتكلم واحد من اهل القران، يعني انا الحمد لله خاتم القران عن ما شاء ظهر. الله. طب ثاني ال بتكلم شخص لسانس اصول دين قسم عقيده وفلسفه. ثالثا في اشياء انت قلت فيها كلمه حلوه قوي، حدثوا الناس على قدر عقولهم. فانا بعتذر ان انا اتكلمت بكلام معاك انت ما بتفهموش لان عقلك قد كده. اصل الكلام ده ما قالهوش النبي، فانت مش هتكون افضل من النبي يا استاذ يوسف عشان تقول لي كلام النبي ما قالهوليش. قالوا النبي، اجيب لك قالوا فين؟ الدليل. ورهولي ورهولي يا باشا. نافق حنظله، نافق حنظله. فتعجب ابو بكر من كلام حنظله، قال له انت نفقت ازاي حنظله؟ قال له نجلس امام الرسول صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكانما نراها راي العين. فاذا انصرفنا عافسنا الاولاد وعافسنا الذريه، يعني واختلطنا لعبد الأولاد وعافتنا الزوجات. اي ونسينا كل ده. فانا نفقت. فقال له لو انت نفقت يا حنظله فانا كمان كذلك. تعال نروح للرسول صلى الله عليه وسلم. قال انما هي ساعه وساعه، ولو انكم تبقون على الحاله التي انتم عليها وانتم عندي لصفحتم الملائكه في الشوارع وفي الطرقات، فيما معنى الحديث. الله عز وجل قال في القرآن الكريم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. انت مذكور في القرآن، شفت سورة التوبة اللي احنا بنتكلم فيها ديت، انت مذكور فيها. هل انت من اللي خلط عمل صالح وخلط عمل سيء، ولا انت ممن ايه ترجو رحمة الله، يعني اذنبت ذنب وترجو رحمة فمنهم الله؟ ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لا، انت تمام من النوعية اللي هي السابقين. فالحياة كبيرة جدا يا استاذ، فانا انصحك انك انت بس طب انت حضرتك اخرج من اطار الايه، اخرج من اطار الفقه. تمام، لا مش الفقه، مش الفقه. انت اخرج من دلوقتي بتقول لي حنظله،
اسمعني، بتقول لي حنظلة اتهم نفسه بالنفاق لانه ما بيبعد عن النبي، بعد ما بيسمع الكلمتين قلبه بيقسى شوية وبيشتغل وبتعمل. اما انا زي حنظلة وزي سيدنا ابو بكر، ما بنبعد عن مجلس الفقه والعلم، بنتشغل مع الاولاد والبتاع. طب هل انت اتهمت الصحابة ان هم دلوقتي اي فقه واي علم، القران ده لما انت تقراه كده وانت بتتدبره تمام، ستجد ان هو كله عباره عن ادعيه ومناجاه لله جل وعلا. فلما تيجي مثلا ايه، انا قلت لك منهم قل الابصار، قلت له دولة الانبياء، قلت لك طب ازاي هم كانوا بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طب مين هم اولي الالباب؟ ومن، انا عايز اقول لك على حاجه، ربنا بيقول ايه؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. أتعرف معنى الآية ديت إذا أنت تدبرت فيها وتأملتها؟ إنا عارف؟ جعلنا في أعناقهم أغلالا، أغلال اللي هي أقفال، فهي إلى الأذقان، فهو يعني ملفوفين من أولهم لآخرهم، عارف دولت مين؟ اللي هم الكافرون والمنافقون اللي مذكورين في الآية. وهم خلاص كانوا في عهد النبي ولا موجودين الآن؟ لا الكلام ده بيتكلم عن الآخرة، يعني إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بقول لك انت غلبان، ليه يا أستاذ يوسف؟ ما تفضل مش يا بقول استاذ. لك مش بقول لك انت غلبان، ليه يا استاذ؟ كمل يا استاذ. انت غلبان يا استاذ. يا عم اشرح بس وانا معاك اهو. مش انت بتقول في الآخرة؟ خليك بقى روح في الآخرة يا عم، ان شاء الله في الآخرة تبقى تشوف. يا ابني هو لقد ربنا حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. ربنا حق عليهم القول فهم لا يؤمنون، تمام؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنه ربنا حق عليهم القول. ما الأغلال دي ما فيش في الدنيا، يبقى في الآخرة أكيد، يعني ما لا تكون فيها. يا سيد الكريم، نرجع لتفسير العلماء. قل اسمع مني، اسمع مني كلمة وارجع لتفسير العلماء اللي انت هترجع لهم، تمام؟ اي واحد كافر بالله جل وعلا، غير مؤمن بالله جل وعلا، هو مغلغل ومسلسل من قبل الملائكة. الملائكة بتنتظر حاجة، عبد الله، ينتظروا شيء واحد فقط، امر الله جل وعلا ثم يسحب. والمؤمن اذا كان في ذنوب ومعاصي مغلغل من ابليس وجنوده، وهذا ما نسميه بالسحر. فهمتها ولا لا؟ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان من فهم مقمعون، قيل أنهم مغلولون عن كل خير، تمام. بص بص وذكر اقول لك في تفسير الطبري، و إن جعلنا في أعناق في إيمانهم أغلالا فهي الأذقان، تمام. وده تفسير العلماء يعني، وقيل في الآخرة. اسمع مني، انا الحمد لله من العلماء، تمام؟ اسمع مني اللي انا بقوله لك. بس ربنا قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في فرق، انا ما بقولكش انا من المتقين. انت فاضي ولا بتقرا؟ الكلام معاك ممتع يعني، خلينا شغالين. انا ما قلتلكش انا من المتقين، انا قلت لك اسمع مني اللي انا بقوله لك. شوف الحياة اللي احنا عايشين فيها ديت هي مرآة للآخرة، تمام؟ ثلاث نقاط هقولهم لك. في حاجة اسمها علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. والناس اللي معايا برضو اللي بتسمعني تركز معانا يا شباب. أنا عارف ايه هو علم اليقين؟ تعرف تقول لي هو علم اليقين؟ علم اليقين. لما أجي أقول لك يوسف بيفتح لايف كل يوم الساعة 10، ده علم اليقين. أنا علمت إن يوسف بيفتح، بس مش متأكد هل الكلام ده صح ولا. عين اليقين أقول لك أدي اللايف أهو، تمام، تعالى شوفه. فشفته، حق اليقين. أما أروح له بقى أقعد جنبه وأقول له ده أنت فاتح لايف، ألمسه كده. لا هذا عين اليقين اللي هو الاخير. طيب اذا لو احنا اتكلمنا بقى في نقطه، ولازم ان انا ايه يعني علم نوصل. اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثلاثة. العين علم إن أنا اليقين، أشوفك، والحق إن أنا أقعد معاك وألمسك. علم اليقين، علم اليقين ان الانسان يشعر طوال الوقت ان هو ميت مش حي. علمي يا فندم؟ علم اليقين ان انت ميت. أنا ميت. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وان شئت فقول انت وانت ماشي في الشارع انت لا تعرف انت ميت ولا حي. ومن يصدقك هو الله جل وعلا. انت مفكر وانت طالع من بيتك، طالع بس رايح انك انت تشتري غرض او تجيب طلب، او طالع مثلا انك انت رايح تشتري اي حاجه من البقاله، او طالع تشتري حاجه من التجاره، انت اللي طلعت؟ قال الله عز وجل ولكل وجهه هو موليها.
حتى وانت طالع تقابل واحد الله هو من اخرجك ووجهك لهذه الوجهه وامرك باستباق الخيرات، انك انت لازم تتزود من الخيرات وانت ماشي، لان وانت ماشي ملائكه صفوف عن يمينك وعن يسارك وابليس وجنوده صفوف. ده عايز يتخطفك وده عايز يشدك لطاعه الله جل وعلا وتحارب الشيطان ده. فلو انت مشيت القيت على واحد السلام فانت بتقول له السلام عليكم. عارف معنى ايه كلمه السلام عليكم؟ ان الله معك، الله يراك، الله يحفظك. وتأملها كده، لو انت في الآخرة وماشي في أرض المحشر وعملك بيعرض على المؤمنين، فتبص تلاقي واحد بيعذب، فتيجي تقول له السلام عليك، فيقول لك وعليك السلام، أعطيته حسنة فأنجيته من العذاب وأنجاك هو كذلك من العذاب ورفع في درجاتك. هذا ما بنتكلم عنه، اللي هو هي عين اليقين، إن انت تستشعر إنك انت ميت. مثل الذاكر لله والغافل عن ذكر الله كمثل الحي والميت. تمام؟ فأنت لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى انت كده حي. قال الله عز وجل لينذر من كان حيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت لك ان في ناس بتشوفه يقظه وتستمع له وتراه يقظه، يقظه بمعنى يبقى قاعد كده وهو قاعد في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد في حضره جبريل، يبقى وقاعد انت في صوفي، حضره، اسمع مني بس، وقاعد في يبقى انت حضره صوفي الله بقى، جل وعلا. صوف ما بيقولش كده غير الجماعة الصوفية بس. انا مسلم. تمام؟ دعك من كلمة إيه صوفي، ودعك من كلمة سني وسلفي وكذا، أنا مسلم. تمام؟ ملة أبيكم إبراهيم من هو صنف سبقك من، المسلمين. هل تأخذ العلم من السلف الصالح ولا من مين؟ آخذ العلم من عندك، أقرأ يعني، أسمع لابن تيمية، وأسمع لابن القيم الجوزي، وأسمع أبو إسحاق الحويني من المعاصرين، خالد بن عثمان السبت، وأسمع قل مين إيه؟ من قال بذلك من العلماء أو سلفك من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أو يصح رؤيته يقظة ونحن نقتدي بمن سبقونا؟ قل لي واحد بس ذكر ذلك من العلماء الموثوقون اللي بناخد منهم العلم اللي أنت ذكرته. أي حد أنا اكتب لي اسمه وأنا أبحث وقل لي ذكر فين، هل النبي عليه الصلاة والسلام ينفع رؤيته يقظة ولا لا؟ واديني دليل. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل انت تكذب النبي؟ بتكذبه لا بقى؟ طبعا، لا لا أكذب النبي، قال الله ولكن عز وجل، قد تتأول حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. انا لا اول الحديث، قال الله عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم صح ولا تفضل غلط؟ تفضل. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اشتمل على درجة الصحة، من رآني في المنام سيراني يقظة، أو كأنما يراني كأنما رآني يقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. تعرف تقول لي المنام ده هو عبارة عن إيه؟ يا عم ده بيتكلم عن المنام في الحلم في يا النوم عم ساعة النوم. اسمع مني، المنام ده عبارة عن إيه؟ أنا مش عايزك النوم بس وانت نايم. أنا مش عايزك إنك أنت إيه تقعد إيه تدور، أنت خليك معايا واحدة واحدة، خليك معايا انا أنا. بس بجيب لك نص الحديث، يعني النبي فكك عليه من الصلاة والسلام قال من رآني في المنام، انت، فكك من في التدوير، المنام في أثناء النوم. هتألف بقى يوسف؟ انت عمال بقى ايه، سيران يقظة، هو يقظة ما فيش يقظة، سيران يقظة. تمام، قد فكأنما من رآني رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي. طب ما فيش يقظة، طب لو الحديث كان ما في فيش. يقظة. طيب هات لي طيب الحديث كده، فين اليقظة ده؟ فين اليقظة مذكور فين هذا الحديث؟ اكتب من رآني في المنام سيراني يقظة. طيب اكتب تمام ماشي، اكتب، انت عمال بتبحث عندك اهو. طيب تمام اجيب لك صحة الحديث. طيب تمام، من رأى في أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. تمام، هذا الحديث في صحيح مسلم، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. طيب ما ممكن يراني في اليقظة يوم القيامة؟ يا ابني هي انت مستني يوم القيامه ليه؟ ده المسلم اللي استنى يوم القيامه يا حبيبي. انا اكلمك عن المحسنين، واكلمك عن اولي الابصار، واكلمك عن اولي الالباب، اللي عنده لب، اللي عنده عقل. انا اسالك سؤال دلوقتي وجاوبنا عليه، كلمه زائد كلمه. انا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هيشوف العمل بتاعي يوم القيامه ان شاء الله، وهكون شايفه، وهشوف الانبياء جميعهم، وحرى الله جل وعلا، يعني مش هراه على عين الحقيقة إلا في الجنة بإذن الله، لكن نعم هجتمع بالله جل وعلا في أرض المحشر، حاجة في أمام الله، صح ولا غلط؟
نعم، سترى الله سبحانه وتعالى في الجنة بعين الحقيقة. نعم إن شاء الله. إذا جاوبنا على السؤال هنا، إذا أنا حشوف إن الله جل وعلا في الآخرة، مش حرى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حيشوف عملي وحطلب منه الشفاعة فحيرى عملي، حيراها في الآخرة ولا لا؟ والله بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأعمال والاطلاع عليها، يعني أنا ما عنديش نص فيها. يعني أمال إيه؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وفي إنا لا أرسلنا فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم فينا، موجود فينا. أمال إيه؟ إن أنت كل فترة كده لما بتيجي تصلي بتقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي، ده أنت بتقولها يا ابني لو أنت بتصلي نوافل بتقولها يوميا في النوافل، لو بتصلي فريضة بتقولها مرتين في الفرض الواحد. بتقول السلام عليك أيها النبي، هل أنت شايف النبي عشان تسلم عليه؟ لا مش شايفه، مش بس شايفه. النبي، حلو قوي. عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وإذا كان النبي له حياة خاصة فهو عند ربه ليس معنا في الدنيا. ايوه، ليس معنا في الشهاده لكن هو موجود في الغيب، فهمني؟ تمام ده اللي انا عايز اوصله لك. فلما تقول السلام عليك ايها النبي، فمعناته ان النبي صلى الله عليه وسلم لو رد عليك السلام وقال لك وعليك السلام يا عبد الله قبلت صلاتك فانت من اهل الجنه، ومعناته ان هذه الصلاه تعرف، اكثروا من الصلاه علي يوم الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. فانت النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع على اعمالك في الاخره، صحيح؟ ما انت الله بتسلم أعلم. عليه اهو. ان ارسلنا، اسمع انا اقول لك ايه، انا شاهد عليك دلوقتي يا عم محمد ان انت دلوقتي عامل ايدك كده وعمال بتقعد كده، انا شاهد عليك دلوقتي، شاهد عليك الان. طب انا شاهد عليك والله الان لان شايفك. النبي عليه الصلاة والسلام ما يشهد علينا إنه بلغنا الرسالة، وإحنا نشهد على الأمم. يعني النبي يشهد إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وخلاص، لكن هيجي كل واحد يقول له تعالى فين صحائفك؟ هذه أمر الملائكة وأمر الله سبحانه وتعالى. انت بتعطل تمام اوامر، انت العرض. بتعطل اوامر كثيره جدا، نعم انت بتعطل اوامر كثيره جدا. ليه؟ ما هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال حاسبناه حسابا يسيرا؟ ربنا هو اللي بيحاسب وبيطلع. يعني طلع النبي عليه الصلاة والسلام يا رب هيكون ايه لازمته؟ يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك، انا بص انا مش عايز اخش معاك في جدال، تمام؟ لكن لو انت عايز تاخد الحق استمع، ثم بعد ذلك ابحث وتدبر. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم لو انت قلت دلوقتي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، رد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الان السلام. بس في ملك موكل بيبلغ السلام عليه النبي عليه اذا الصلاة والسلام. اذا اذا لو انا كده جلست تمام في خلوه بيني وبين الله جل وعلا، اختليت بربي تمام، وظللت ان انا ادعو ربي ثم بعد ذلك تمام قلت السلام عليك يا رسول الله وانا في هذه الخلوه، وارتقيت بالايمان ان انا في حضره الله جل وعلا ارى الله بقلبي في منزله الاحسان، فما المانع ان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على صلاتي ويراها؟ والله انت دخلتنا في مواضيع يعني الناس البسطاء هتوه منك. تمام لا خلاص. اذا بقى ايه؟ حدثوا الناس على قدر عقولهم. شوف انا اقول لك ايه؟ نقطه صغيره. المسلم يرى ما لا يراه الكافر، والمؤمن يرى ما لا يراه المسلم، والتقي يرى ما لا يراه المؤمن، والمحسن يرى ما لا يراه التقي. وانت بقى اي صنف من الاصناف دي؟ الله أعلم، أنا مسلم. طب ما انت قلت انا شفت حاجات ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايوه انا رايت، لكن ما انا بقى ما اعرفش بقى ايه، ما زكيش نفسي. طب ما تقول لنا بقى رأيت ايه عشان خاطر نعرف. حدثوا الناس على مقدار عقولهم، عقلك لن يستوعب. اذا كان عقلك مش مستوعب مساله شرعيه ثابته بالدلائل، ولو بحثت عنها هتلاقي الف دليل ودليل، هيستوعب اللي يعني انا هقوله؟ ما انا قلت لك اديني واحد من العلماء قال برؤية النبي باليقظة، واحد بس استند الى قول. قلت لي انا هفسر الحديث بمزاجي انا، اديني واحد بس من العلماء الموثوقون قال بذلك وانا اتبعه. واحد بس فقط لا غير. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
تعرف دي معناها ايه؟ أن الإنسان إذا فعل معصية تمام تذكر الله سبحانه وتعالى وأبصر عقابه وثوابه فرجع عن معصيته. التقي لا يعصي الله جل وعلا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم لم يستثني. التقي ذنوب الأبرار سيئات يعني يقول لك سيئات المقربين حسنات المسلمين، السيئات بتاعتهم مش في. انت درست انت في الشريعة ان في حاجة اسمها الأفضل والمفضول والفاضل والحاجات دي كلها ولا؟ يا عم ما فيش واحد على وجه الأرض ما بيقعش في الخطأ. هتقول لي هات لي واحد من العلماء، اعطيني الموبايل اعطيني الموبايل. طب اقول لك واحد من العلماء شاف الله جل وعلا وايه رايك؟ شاف الله عز وجل، ها؟ مين؟ احمد بن حنبل في المنام؟ شافه في المنام. وايه في حاجه انا عايزك تعرفها، المنام ده عباره عن ايه؟ عن الجسم الروحاني بتاعك، الجسم الاثيري. هو من يرى المنام؟ الجسم الاثيري بتاعك هو من يرى، مش انت اللي بتشوف. تمام، هو ربنا فين يا أستاذ يوسف؟ ربنا على فهمك انت يعني، على فهم الاشاعره ولا على فهم السلف؟ لا، على فهمك انت. على فهم انا، الله عز وجل معايا حيث كنت، يخش معاك في الحمام؟ وحاشا لله. سبحانه 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 الكريم سبحانه الكريم، أمال ليه معايا في كل مكان يعني؟ هو معكم أينما كنت، ده في القرآن الكريم. بعلمه وإحاطته ورحمته سبحانه وتعالى وإدراكه وسمعه وبصره. في نقطة بس أنا مش عايز أختلف معك، أن الله عز وجل في السماء، تمام؟ هذا هو أنا علا متأكد. على السماء يعني، لأنه بقى بعض الناس يقول لك في السماء وده خطأ، ده هو يعني علا وارتفع سبحانه وتعالى. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. آه أمره في السماء حكمه في الأرض، أمره في الأرض حكمه في السماء. نقطة بسيطة بس أختصرها لك، تمام؟ آه. وخد بالك منها. ربنا سبحانه وتعالى إذا كانت السماوات والأراضين ديت والكواكب والسيارة كلها عن بكرة أبيها عبارة عن حلقة من الكرسي، والكرسي حلقة من العرش، فما بالك برب العالمين؟ يبقى الله عز وجل معك أينما كنت، يراك ويسمعك ويبصرك. إن كنت عبد محسن فهو معاك معية خاصة، وده قال بها ابن عثيمين، وتقدر إنك أنت ترجع للفتوى دي، وفي ناس كتيرة قوي خلفوها عليه. معية خاصة، عارف المعية الخاصة؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذ يقول يعني، إذا بقى إيه النبي الكلام ده صلى الله انا ما اختلفش معاك فيه، ان الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ينصرهم ويحوطهم ويرعاهم سبحانه وتعالى ويكون نصير لهم. الدنيا دي كلها عبارة عن سحر. نعم، الدنيا دي سحر. الدنيا اللي انت ساحر. شايفها دي كلها سحر. سحر. تمام؟ والدنيا ديت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انطرة بتنتقل ليها للآخرة. تمام؟ ما وفيها هي ما هي طريقة. نعم، الشيطان يزين فيها والإنسان فيها، يعني سبحان الله، لما تيجي مثلا ايه، زين للناس حب الشهوات. الزينة ديت، تمام، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يعني الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اختم لك بحديث، الانسان يرى الله، يرى الملائكة ويرى الانبياء في عالم الملكوت ولا لا يراهم؟ في عالم الملكوت اللي في الآخرة يعني. عالم الملكوت هو عالم موازي للعالم اللي احنا عايشين فيه. هل يرى الإنسان الله عز وجل في عالم الملكوت ولا لا يراه؟ يعني يراه بقلبه ليس بعين العين دي. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا لو قلت لك دلوقتي اتصور رسول الله صلى الله، أنت شايف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينك؟ لا، شايفه بعيني. طب لو قلت لك شوفه بقلبك وحس إنك أنت هتخيل موجود، أوصافه عليه الصلاة والسلام بقلبي وأتخيل صورته. ولو قلت لك عيش بقى معاه بقلبك، أعيش معاه بقلبي بالصلاة عليه وبحبه وتذكر سنته صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره والابتعاد عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي هيفيدني، لكن أقعد أتخيل بقى النبي ماشي معايا وكده، وما هيفيدني في إيه؟ هيفيدك في ايه؟ هيفيدك انك انت تكون من المقربين في مقعد صدق من المحسنين، ودي منزلة.
قد يعني بص انت معذور يعني قد يا يعني عمي يا عمي انت على مقدار عقلك، لكن عايز اقول لك على حاجه، في ناس ترى النبي صلى الله عليه وسلم عين اليقظه. هتقول لي في علماء، لو عايز نعد لك العلماء اللي هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه اعد عدهم لك، لي اتفضل عدهم نجيبهم لك من جوجل زي ما انت بتبحث في جوجل. طيب ما بقول يعني جوجل تعبان؟ لا كويس تمام اتفضل يا فندم اتفضل في نقطة كده واحنا بنتكلم، تعرف تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم صفوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم بوجهي، ايوه ما تعرفش كان بيشوفهم إزاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعني اعطاه الله سبحانه وتعالى ان هو قدره انه يرى من الخلف كما يرى من الامام عليه الصلاه والسلام حس اعطاه له الله سبحانه وتعالى كما اعطاه انه ينبع الماء من بين اصابعه وتكليم الحجر له ده من معجزاته صلى الله عليه وسلم فهذه معجزه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام وده شيء طبعا يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من عند الله يعني ايه هذا أمر من عند الله يعني هذه معجزة طيب انا عايزك تتابع بتفسير ابن كثير العلماء الذين رأوه، لان ابن كثير ذكرها ان في علماء كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون الفتوى منهم السيوطي. تعرف ترجع لها في جوجل دلوقتي عندك؟ انا عاوز واحد ذكر من العلماء قال انا رايت النبي في اليقظه من علماء اهل السنه وأخذت والجماعه منه فتوى ازاي وهو نايم؟ هياخد منه فتوى ازاي وهو نايم ويسأله في فتوى ويجيبه؟ ابحث عن السيوطي كيف كان يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم الفتاوى. فتاوى ازاي والنبي عليه ربنا قال في القران الكريم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن ازاي يعني ازاي يعني هنألف دين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تعرف ترجع لها بس، انت السيوطي كذاب يكذب السيوطي ولا ايه؟ مين ذكرها في كتاب ايه يا فندم ده انت راسك موجوده فيك ولا لا؟ السيوطي موجودة يكذب؟ السيوطي بيكذب؟ ارجع لها في جوجل. تعرف واحد اسمه ابن ابي جمره؟ مين ابن ام جمرة ده ما تعرفش ابن ابي جمره؟ تحت ألف لا لا مش هألف، أصل أنت شكلك بص يعني زي ما قلت لك يعني أنا اتصدمت فيك بصراحة. أنت فاضي أنت خريج إيه ولا درست إيه ولا اتعلمت على إيد مين؟ يعني قلت علماء كثر انت اللي راى نبي في اليقظه ذكرت السيوطي وابن ابي جمره ابحث عن السيوطي السيوطي وابن أبي جمرة. ماشي يا عم ابن انا أبي هجيب لك جمرة قبره جنب ابن عطاء الله السكندري جنب قبر ابن دقيق العيد. ابحث عنهم الثلاثة. بس هل ذكر السيوطي انه راى النبي في المنام بجيب مرجع اللي بيتكلم على الموضوع ده يا عم ارجع اصلا انت عندك للسيوطي، جوجل وما لقيتش عاوزني انا ادور عندي جوجل وما لقيتش. يا عم ابحث عن ابن ابي جمره وابحث عن السيوط وابحث عن ابن دقيق العيد، ابحث عن الثلاثه. واحد بيقول بس انت فين قلت يا فين جماعه يا حبيبي انت قلت مين ابن ابي جمره ده، وده عالم جليل ذكره ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وكان بيجيب لي غالب الاحاديث كان بيجيب شروحات ابن ابي جمره ويضعها في الكتاب. ابن ابي جمره هذا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقظه. تمام؟ ربك لقيت واحد فعلا اسمه ابن ابي جمره ولا انت كنت لا انا بتتريق؟ بذكر بس عن السيوطي يعني ده مذكور في كتاب ابن كثير في المجلد الكام يعني انا شفت بدور انا عليه بس بس يا زيزو انا انا قلت انا لك ابحث عن ابن ابي جمره بقول دور في جوجل انا بدور انا عشان الاقي يا يوسف بعد اذنك هات لي ابن كثير ذكر فين في كتاب ايه معلش عشان انا مش لاقي اخي في تفسير ابن كثير، دور على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة هتطلع لك الفتوى واقرأها. يا اخي مش انت عندك النت اهو في التليفون دور انت واقرا لي انا هسمع انا عشان بص عشان افضل ابحث لك وادور لك انا قلت لك ثلاثة هم هتطلع معايا، بس مرة تانية قول لي انت كذاب قدام كل اللي بيتابعوني
لو الكلام ده مش صحيح، ابحث عن ابن ابي جمره ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في لا، اليقظه. كل الناس في التعليقات هنا بيقول لك هات تفسير ابن كثير واقرا لنا الشيخ يوسف، واحنا قاعدين منتظرينك. احنا لا نثق في الشيخ احمد لانه عقله ده ضرب. الساعة وصلت 1:43 دقيقة، ما لكن عليك، هنتغلب إن شاء الله. بس هات تفسير ابن كثير وريه لنا كده. وانا في مسألة البحث ديت في الجوجل ومش جوجل هنقعد فيها كتير قوي، لكن هي في تفسير ابن كثير، لكن فين حتة بالظبط يعني سبحان الله يعني مش حضراني بصراحة، لكن خليني بس ابحث عنها على كذا اي موضع. بس عن ابن ابي جمره وابحث عن السيوطي. يا عم انا فاضي يا دينا، اقعد خلينا نلعبوا لنا خليني جولة وابحث احفظهم انت براحتك. الاثنين دول، علماء معترف بيهم في كتاب الحافظ ابن حجر، في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وابحث عن السيوطي وتلقي الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. تمام، انا مش عايز اقول لك عبد القادر الجيلاني، ولا عايز اقول لك الشاذلي ولا الناس دي، عشان ما تقوليش ايه تصوف. انا جبت لك علماء من علماء اهل السنه والجماعه، علماء من علماء الشريعه، ما رضيتش اقول لك حد تاني. تمام، طيب ما تجيب يا عم ابن كثير قال فين، ما دين معاك اهو. انا مش بحاول اعجزك، بس انت اللي لكن هي الزمت نفسك بابن كثير. انا ببحث، هو جوجل مش هيجيب لك الراء، لكن هي في تفسير ابن كثير، هو طب ما جوجل مش تجيب، ما هيجيب لك تكتب يعني النص. اكتب تفسير ابن كثير وهاته. طب ايه رايك، انا عندي تفسير ابن كثير. دور فيه بقى، بس فين حته بقى المشكله ادور فيه. فين اذا كان جوجل مش جايب؟ هيجيب لي الكتاب، انا اقعد افش فر الكتاب انا كله. بحاول اجيب لك ان شاء الله. طيب انا معاك اهو، هو النبي مات عليه الصلاة والسلام ولا حي؟ مات بعلمك انت، لكن حي بعلم انا. ما ليه ربنا قال انك ميت وانهم ميتون؟ ما انا بقول لك هو مات بعلمك انت، حي ده بعلم مات انا. بعلم الله وبأمر الله، اللي ربنا قال انك ميت وانهم ميتون. شوف حتى انا سبحان الله بحثت عن شيء قال لي شيء تاني، لكن انا قلت لك 3 علماء ذكرهم ابن كثير. تمام، بس ان شاء الله حد يرجع له ويجيب القول ده، وابن ابي جمره كان يراه يقظه، والامام السيوطي كان ياخذ منه الفتوى في المنام. اه انت اللي الزمت نفسك بابن كثير وبالعلماء اللي ذكرتهم، ولم يسعفك حتى جوجل ان تاتي برد. يا سيدي تمام، انا عمال بكلمك، ما انا مش هنا ايه، مش استنى، انا مش هستنى ان انا اروح جوجل. انت حتى بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ميت، طيب ميت ماذا تقول ازاي؟ في قول الله سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون؟ انك ميت وانهم ميتون، احنا كلنا اموات. تمام، لكن اموات بالنسبه لعالم الدنيا، عالم الشهاده اللي احنا فيه، لكن عالم الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في عالم الغيب، موجود عند ربه، حي في قبره، كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج ورأى موسى يصلي في الكثيب الاحمر. ازاي ان موسى ميت وهو بيصلي؟ مش ميت موسى تمام بعلمك ولا مش ميت؟ تمام النبي صلى الشهداء الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال احياء عند ربهم يرزقون، فعالم الاخره ده حاجه، واحنا بنتكلم على الدنيا. انا هل بكلمك النبي الدنيا ميت دي، بالدنيا ام لا؟ لا في الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها، في عالم الشهاده النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وبلغ الرساله واكمل الرساله، لكن في الله عالم ينور الغيب عليك. هو حي. في عالم الغيب بقى ده مالناش دعوه بيه، منا ما تروح هناك ان شاء الله تبقى الدنيا مظبوطه لا معاك. وانت لكن هتروح، انت هتروح هناك ليه؟ هتستنى لما تروح هناك ليه؟ اذا كان الانسان اساسا بينتقل الى عالم الغيب قبل ما ينتقل للاخره، فانت هتستنى لما تروح هناك؟ ده الضعيف بقى، ده المسلم اللي هيستنى لما يروح للآخرة عشان يوصل لعالم الغيب.
انت ما فكرتش تتعالج يا يوسف من الوسواس القهري اللي عندك ده؟ تعرف تعالجني؟ انت تعبان والله، لان انا ذكرت، انا المشكله انا مش بتاع جوجل، انا ذكرت لك اشياء، لكن انا اي عشان بس ابين لك ان انت جاهل وخارف، هفتح لك الكمبيوتر واجيب لك قول ابن ابي جم في رؤيه النبي يقظه، وهجيب لك العلماء عشان انت بس ابين لك انك انت ايه خارف. بس احنا مش عايزين نتكلم في كلام، عشان بس اعرفك جاهل وخارف في ايه، في يعني في علم الحقيقه. عارف ايه هو علم الحقيقه؟ كل الناس علم حقيقة، العلم اللي بتتكلم عليه الغيب ده انت وصلت له ازاي ورحت فين وجيت منين وبتتكلم في حاجات يعني لم يسبقك بها احد الا الناس اللي مخها ضرب. الرازي كان مخه ضارب. ما تذكرليش بقى الرازي بقى والجويني يعني هو الرازي انت بتعمل كده، الرازي كده ازاي؟ الرازي كده تعرف انت عن الرازي؟ احنا عارفين، احنا عارفين تعرف بقى ان الرازي كان بيتكلم في الامور الفلسفية والكلام ده، كان بيتكلم في امور فلسفية ايه؟ اتكلم في الفلسفة وعلم الكلام والكلام، انت عارف الرازي يعني. الرازي كان راجل متكلم في الطب، ومتكلم في الفقه، ومتكلم في الشريعة، ومتكلم في جميع أصول العلوم اللي موجودة. تمام؟ بس إيه احنا رأيك؟ بنتبع ممن القرآن والسنة. ممن جاوزوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. عارف يقظة بمعنى إيه؟ بالقلب مش بالعين، مش زي ما أنا شايفك، تراه بقلبك. ده اللي أنا عايز أوصله لك من طيب أول ماشي، نقطة. ما تقول بقلبك عادي، ايه المشكلة؟ لكن انت بتقول يقظة يعني العين، العين يقظة يعني عين. هي عينك دي ترى عذاب القبر؟ عينك دي ترى عذاب القبر؟ لا، عين دي ما بتراش عذاب القبر لكن لو انت استشعرته بقلبك تحس بيه ولا ما تحسش بيه؟ يا عمي. يا انا بقلبي اتخيل ان انا في الجنة حتى. يقظة المقصود بها بالقلب وليس بالعين المجردة. العين المجردة دي لا ترى شيء. يعني انت قصدك رؤية النبي في اليقظة ان انا اتخيل شكله عليه الصلاة والسلام وان هو بيتكلم معايا كده بيتكلم معاك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مش انت بتقول السيوطي كان بياخد فتاوى من النبي، كان بياخد فتاوى ازاي؟ كان بياخد فتوى من النبي، ارجع ليها وهتلاقيها، هجيبها لك، انا هجيب لك كل ده ان شاء الله، وهقول لك طب المصدر. وكان بيعمل بالفتاوى دي الرازي السيوطي؟ يا سيدي الكريم، بس عشان ايه؟ احدثوا الناس على مقدار عقولهم، وشاف ان الكلام يعني ايه هيخش ايه في جدال. تمام. كلمتين اتنين، في حاجة اسمها أولي الأبصار. مين هم أولي الأبصار؟ أصحاب البصيرة. البصيرة غير البصر. البصر هذا اللي أنت بتشوف بيه الكوباية، بتشوف بيه كاس المية. تمام. البصيرة متعلقة بالفؤاد، والبصر متعلق بالقلب. ما يراه الإنسان ببصيرته غير ما يراه الإنسان ببصره. في فرق بين البصيرة وفرق بين البصر. في فرق بين البصيرة وفرق بين البصر. البصيرة هذه ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، اللي هم بيشوفوا الحقائق. الحقائق دي بتشوفها إيه؟ بميزان القلب. القلب ده اللي هو الفؤاد نفسه. إذن في نقاط لازم إنك أنت تاخد بالك منها برضو وتحسبها. ان الانسان بيصل الى درجة الاحسان ازاي؟ ان هو بيستشعر بقلبه. يعني 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 الدكتور يسري جابر لما قال اتعرض عليا ان انا اشوف ان النبي ورفضت كان فعلا. انا لا استمع لهذا الرجل، ها؟ ماليش دعوة، لا استمع لهذا الرجل. لكن ما النبي هو صلى كلامه الله نفس عليه وسلم، كلامك يوسف، نفس الكلام، هو ما قلتش حاجة جديدة. يا سيد الكريم انت بص، الله يرضى عنك، في حاجه فعلا حدثوا الناس على مقدار عقولهم، اتريدون ان بص يا سيدي، اقول لك مين اللي قال برؤيه النبي يقظه، وروح ارجع لهم. يقظه مش بالعين، بالقلب. في فرق بين العين وفي فرق بين القلب. يقظه بالقلب، استشعار حضره النبي، يعني وجود النبي معك. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على جميع اعمالك وافعالك واقوالك. كل ما تفعله يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي يوم الجمعة، يراها النبي صلى الله عليه وسلم. في فصيل من الناس وصل
بقلبه ان هو عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايش في حضرة الله جل وعلا، الحضرة الإلهية. هذا ما اقصد. عندك الرازي قلب رؤية النبي يقظة، وعندك المحاسبي، وعندك ابن القيم. ما تقوليش بقى جيب الأقوال، ابقى لا، كدبني، ما انت تقوليش هتقول لي علماء، هات لي كتب من جوجل وقول لي اهي، ما تقعدش تألف، هتقعد تقول للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. إذن عندك إيه المكتبة الشاملة صح؟ انت هات لي يا فندم الاقوال دي واعرضها لي قدام الناس وقول لي اهو، واحنا نراجع الاقوال دي. عندك تمام المكتبة الشاملة، عندك المكتبة الشاملة ولا مش عندك؟ يا، انا ما اجيبش، انت اللي بتعرض، انت لا اللي تجيب لي. أنا مش هات مضطر ليه إن أنا تدوخني معاك وتخليني ادور على حاجه مش موجوده اصلا؟ أنا لا مضطر إن أنا أعرض لك ولا أعرض على متابعينك، أنا مضطر إن أنا أقول لك كلمتين اتنين. راجع كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي، آخر 40 صفحة 50 صفحة في المجلد الأول، هتعرف رؤية النبي يقظة ورؤية الله عز وجل بالقلب. راجع كلام المحاسبي، وفي واحد اسمه الفقيه الترمذي، عارف انت بتاع الترمذي اللي هو بتاع الحديث، عنده باب كتاب اسمه الترمذي. عنده كتاب اسمه رياضة النفس، وعنده كتاب عنده 4 كتب في المكتبة الشاملة، منها كتاب اللي يخش بس في اسمه كتاب رياضة النفس، وكتاب تزكية النفس، وكتاب يعني سبحان الله. انا مش انا عايز اكون صادق في كلامي، عنده 4 كتب في المكتبة الشاملة، هم كلهم بتاخد انت من اقوال ابن باز وابن عثيمين العلماء الجداد اللي كانوا معاصرين يعني في الوقت المضى. رحم الله ابن عثيمين، بحب ان انا استمع له جدا. طيب هل قال ابن عثيمين بذلك او رجح الاقوال دي ولا ايه؟ يا عم انت صاحي ولا ايه قصتك؟ بسألك عن عالم كبير، رجل علامة يعني. حبيبي يا حبيبي الله يرضى عنك، علي صوتك شوية. اذا انت ما رايتش النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك فراجع ايمانك، راجع ايمانك. ان لم تستشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك فراجع ايمانك. بس كل الصوفية اللي بيقولوا يقظة قصدهم انه هو النبي قعد قدامنا وسلمنا عليه، ما حدش قال موضوع القلب ده. القلب ده ما سهل، انا شوفه بقلبي بحبي باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بقى حال المكاشفة دي بقى. المكاشفة إن إذا كشف الله عز وجل عنك الحجاب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينك، واللي شافه مش هيقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بأم عيني، لكن أنا قلت لك أئمة اتكلموا عنها باليقظة بالعين، العين اللي هي إيه؟ عين البصيرة، وليست العين اللي أنت شايف بتشوف بيها ولا أنا بشوف بيها. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. بالظبط تمام، هو فإن اليقظة، لم تكن تراه فهو يراك، أي تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك في كل عمل، فتلتزم أوامر الله وتبتعد عما نهى وتطيع الله سبحانه وتعالى وتخشاه وتفعل الصالح وتبتعد عن كل ما يغضب الله. هو ده المقصود من إن أنت تكون من أهل الإحسان، أن تستشعر أن الله يراك في كل وقت ومطلع عليك. لكن علشان تقول إن أنا بشوفه أنت ذكرت في الأول إن أنا بأراه في اليقظة، معنى اليقظة العين. يا حبيبي في فرق بين يعني تذكروا، يعني بص يعني في حاجه ايه، في ايات في القران الكريم تتكلم يعني ايه تذكروا فاذا هم مبصرون، في حاجه اسمها غفله وفي حاجه اسمها يقظه. في شيء لازم اعرفه لك، وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كلمة واحدة بتختصر لك كل شيء. أنت الآن مفكر إن أنت جالس لوحدك وأنا جالس لوحدي صح؟ دعك من المتابعين تمام؟ لا، في الملائكة الكتبة، تمام، وفي الشياطين والقرين والمجموعة دول. إذا بقى إيه؟ قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما أنا بقولها في الصلاة وبصلي عليه، اللهم صل على محمد. النبي أمرنا بالصلاة عليه، تمام، قول لي وأمرنا اسمعني بالسلام عليه في الصلاة. يا شباب، يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. كل اللي بيسمعني يقول كده، دعكم منه.
كل اللي بيسمعني ما يقول احنا بنقولها ما احنا بنقولها في التشهد عليا منك بقى، انا وبنسلم عليه. انا بتكلم عن الاخوه اللي معايا، انت قلت لك سلم على النبي، بتقول لي بقولها في الصلاه، فاكتفي بقى كل اللي معايا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك اللهم حميد صل على مجيد، محمد وآل وبارك على محمد محمد كما وآل محمد صليت كما على باركت إبراهيم على وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عارف بقى، عارف بقى لو انت قلبك حي وانا قلبي حي، النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على هذا الفعل الان، على كلامنا دي يراها الان، وجبريل والملائكة يرون هذا الفعل الان، والله عز وجل يرى هذا الكلام الان ومطلع عليه، واحنا لا نعزب عن الله جل وعلا مقدار انمله. وانت بتقول لي تعالج من المس القهري، تمام، اسال الله عز وجل ان يشفيك ويغفر آمين لك. يا رب. واحنا شايفين ان احنا في الحوارات مش هنوصل لاي ايه هدف، لانك انا زي ما قلت لك في حاجه اسمها عالم بالشريعه ما وعالم هو اسمع بس أو وعالم ما أنا قلت لك، هل الشيخ ابن عثيمين عالم شريعة ولا عالم كما تقول أنت بالله؟ الشيخ ابن عثيمين ردوه، يعني ابن عثيمين بنفسه ردوه لما قال بالمعيه الخاصه، انكروها عليه. تابعها في جوجل كده او تابعها في اليوتيوب، تمام، لكن في فرق. المعيه الخاصه اسمعني اسمعني، في فرق. انت ممكن تكون ماشي في الشارع كده، تمام، وشايف شخص قدامك انت لا تعرف حقيقة الذي امامك مين هو، هتقول لي يبقى انت اللي شيطان. ما انا هقول لك انك انت جاهل في النقاط ديت، انت لا تعرف حقيقة الاشخاص اللي موجودين امامك لسبب واحد. اول شيء، الشيطان يتمثل بصورة حسنة وصورة سيئة، والملائكة كذلك. واحنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى ضرب الامثله في القران الكريم، قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم ان ايات ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم تحمله الملائكه. بني اسرائيل وبقية كانوا مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. كانوا يرون الملائكه ولا ما كانوش يرون الملائكه؟ كانوا يرون الملائكه، تمام. بس ده كان في شرع من قبلنا يوسف، وكان لهم معجزات أكثر من اللي احنا فيه. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الثلاثة من بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى رأوا الملائكة فعلا. انت قلت في شرع من قبلنا، فكيف ان هو في شرع من قبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابه راوا جبريل راي العين؟ بس كان تمثل في صورة رجل. اذا وخلي انت بالك، لا تستطيع بعينك المجرده ان ترى الملائكه على حقيقتهم، ولا انا استطيع ان اراهم على حقيقتهم. نعم فعلا لا كلام تستطيع مظبوط. تمثيل الصور، الصور ان يتمثل لك الملك في صوره ادمي واجلس معك، تمام؟ ممكن تحدث بس انت ما تعرفش. انت ايوه حلو، انت ما تعرفش ده، لكن في بقى اللي هم اصحاب البصيره عارفين الكلام ده. بيشوفوا عارفين. الملك وبيبقى عارفين انه ده ملك وبيسلموا عليه وكده. وبيشوفوا الشيطان وعارفين اللي بيتكلم معاهم شيطان، عارف ليه؟ لان الله عز وجل هو من يريهم ومن يسمعهم ومن يحركهم ومن يأمرهم بأي فعل يقومون به. إذا أحببت عبدي كنت يده الذي يسمع يبطش بها، وقدمه الذي يمشي بها، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، فبي يسمع وبي يرى وبي يتكلم وبي يبطش وبي يتحرك. فإذا كان العبد على هذه الصفات، تمام، أن الله عز وجل معه معية خاصة. طب أسألك بالله، انا عاوز اقول لك، تعرف انا بقول لك حديث صحيح، اذا كان العبد اكرمه الله بهذه الصفات، هل يعجز عليه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ ماذا تقصد بيقظة؟ اي بالعين؟ مسألة الرؤية بالعين دي بقى، انا زي ما قلت لك في كلام حدثه الناس على قدر عقولهم، فانا جبت لك بالقلب. القلب هذا يعني انت بتلف وتدور بتقول للقلب عشان ما تجيبليش العين، وتقع في حتة العين، لان انا في العين هفحمك. هتقول لي عين، هقول لك من سبقك من العلماء؟ هات الامام ابو حنيفة. بص بص بص، لا تقول لي من سبقك من العلماء، انا قلت لك كلام واضح. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. شوف الكلمة عاملة ازاي، يرونهم مثليهم، يعني المؤمنين وهم عمالين بيقتلوا الكفار شايفينهم زيهم رأي العين، يعني ايه هم عمالين بيقتلوا، يعني بيحاربوا البشر زيهم كده، وشايفين ده مثليهم رأي العين.
والله يؤيد بنصره من يشاء. عارف معنى كلمة يؤيد بنصره من يشاء دي معناها إيه؟ معناها أن أصحاب البصائر لما كانوا بيخشوا حرب كانوا عارفين هم بيقاتلوا مين، ودي بقى مش هوضحها لك. يرونه مثلهم رأي العين، ده المسلم أو المؤمن. أما المحسن بقى والتقي مؤيد من الله جل وعلا بالبصيرة، فهو عارف هو بيقاتل مين. أبسطها لك. عارف خالد لما راح يهدم صنم العزة وقال لها يا عز لا عزة لك ولا سبحانك، خسئت يا عز، واستهزأ بيها وطلعت له شيطانة بثلاث أزداء من قلب الصنم، مش الشيطانة دي شيطانة جنية، شيطانة العزة. كانت بتعبد ولا ما كانتش بتعبد؟ نعم، كانت بتعبد ولا ما كانتش بتعبد؟ كان ما هو كانت الشياطين بتعبد بتلبس وكانت على عبد. البشر. نعم، اي نعم. المشكلة انك انت بص مش عايز الحوار ينتقل الى اي حوار علمي، انا ما بخشش معاك في نقاش ولا بفرض عليك حجتي ولا بفرض عليك رأيي. احنا بنتكلم جلسة ايمانية بنذكر فيها الله جل وعلا، وبنتكلم في معية الله، وبنتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتكلم عن الأحلام والكلام ده كله. فمش داخل معاك أنا في أسلوب جدال. فلما أسألك سؤال كانت تعبد ولا ما تعبدش، تقول لي كانت تعبد في الجاهلية. كيف خالد بن الوليد استطاع أن يراها؟ ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فصاحب البصيرة زي ما قلت لك يرى ما لا يراه معدوم البصيرة. يا شيخ يوسف، هسألك عن 5 علماء وتقول لي دول ايه رأيك فيهم. الإمام أبو حنيفة ايه رأيك فيه؟ انت بتسألني انا عن ابو حنيفة؟ يا عم قول رأيك وخلاص. انت بتسألني عن، لا انت بتسألني عن ابو حنيفة وتقول لي قول رأيك فيه. معلش خدني على كد عقلي. لا ما اخدكش على قد عقلك. الإمام أبو حنيفة انت بتسأل عن رأيي انا، رأيي مين قدام دولت؟ يعني دول افزاز. هتقولي ليه ما الإمام قالوش، هتقولي ليه ما قالوش ان هم راوا النبي في اليقظة؟ هنرجع تاني لنفس الحوار. الإمام الشافعي هم أنا أسألك عن 5 علماء فقط. مين الخمسة؟ الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، تمام؟ وأسألك عن 2 من العلماء المعاصرين اللي الناس بتاخد منهم. الشيخ الشعراوي، تمام؟ وهقول لك ابن باز، مش هقول لك ابن عثيمين. قول لي دول هل قالوا برؤية النبي؟ والشعراوي ده كان وصل بقى لمرحلة كبيرة أظن. ده الشعراوي وصف غزوة الأحزاب وكان قاعد فيها وصحح أسماء. في المنام خلينا بقى في المنام، ده اللي أنت تعرفه بقى. خلينا بقى في المنام، خلينا على نقطة في المنام دي. هو ذكر بنفسه قال في المنام رأيته، خلينا تمام، بقى في المنام. إيه، خلينا على نقطة إيه في المنام دي بس. هل ذكر، هل حد من العلماء دول ذكروا رؤية النبي يقظة؟ إن قلت نعم فهات الدليل، وإن قلت لا فأنت تجعل نفسك أفضل من الشافعي وأفضل من أبو حنيفة وأفضل من أحمد بن حنبل، وانتهت المناظرة يعني بص القصف جبهة ليس له مثيل. احنا كنا في مناظرة. انت صاحي؟ تصدق والله انك انت اصدرت حركة من حركات الشيطان الان، اللي هي كده ورا ان الشيطان محتنكك. تصدق انك انت اصدرت حركة من حركاته؟ انت صاحي ولا شيء؟ ايه الحركة اللي بتاعت انت صاحي ولا شيء؟ صاحي انت، فايق فايق اللي انت بتقوله اينو صح. معاك بما يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي ان انا هختم معاك بحديث واحد طب قال عايز اقول حديث. لك حاجه، قول لي ايه الحركه، ايه الحركه اللي فعلها الشيطان عشان ما يعملهاش تاني؟ حدث الناس على ايه مقدار عقولهم؟ اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ هذا عقلك يا عم احمد، فخلينا ان احنا ما نتكلمش في الكلام ده، ده كبير عليك. تمام. وصدق المشكله صدق الامام الشافعي لما قال يعني سبحان الله ولقمان الحكيم كلهم. انا مش عايز اكمل مقولة الشافعي، لكن ايه، انا بحدثك على مقدار عقلك. يا عم يقول وانا مسامحك. ايه اللي عايز تقول؟ يقول ايه حركة الشيطان اللي انا عملتها؟ عملت كده؟
أحدثك على مقدار عقلك. يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، ولو أنت ايه قلبك حي، اسمع اسمع مني اسمع مني، والله والله لو قلبك حي، لو قلبك حي وصاحب بصيرة لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معك الآن. وانت رأيته معك الآن؟ أنت مالكش دعوة بقى بيه، ما تسألنيش عن نفسي، أنا حلفت لك بالله ومش هحلف كذب، وكل واحد صاحب بصيرة يعلم اللي انا بقوله، فانت معذور. فين؟ فانا بقول لك شاور بص، لي كده، شاور لي، شاور لي النبي قاعد فين كده في البث واحنا بنتكلم عندك. اتق الله يا جاهل، اتق الله يا جاهل، ده مقدار جهلك انت، ده مقدار جهلك، تمام؟ ده يعني ايه في نقطة يا ايه، شاور يوسف، لي قاعد فين يا عم، الله يرضى يا عليك. يوسف، يا يوسف، انا قاعد في سوهاج وانت قاعد في الشرقية ولا في البحيرة، كيف النبي يقعد عندك وعندي في نفس الوقت؟ هذا في علم الله جل وعلا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على كل من يسلم عليه في نفس اللحظة، في وكيف ملك ربنا موكل، في وتعالى، ملك اسمع بقى، موكل يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام السلام. أنت إذا بتقول النبي يجلس اسمعني معنا الآن، فين؟ اسمعني اسمعني، إذا إحنا لو قلنا إيه، السلام عليك أيها النبي، وموجود عندي مثلا عدد يعني داخل 650، وأنت موجود عندك عدد الله أعلم به، وكل واحد قال السلام عليك أيها النبي، هروح بقى النبي يعني يقول له فلان سلم عليك وفلان بعده سلم عليك وفلان بعده سلم عليك. يا سيدي الكريم، الله عز وجل أعطى رسوله الكريم قدرات ليس موجودة في البشر، وهذا أفضل مخلوقات الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرى الصحابة من خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر يجرجر ثياب الإيمان في أرض المحشر، رأى أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، وراء أرض الحساب، وراء العذاب، وراء كل من في الجنة، وصعد في يوم على المنبر فتكلم من أول صلاة الفجر إلى أن انتهت صلاة المغرب، حدث عن كل الأمر من بداية الخلق ومن بداية كان الله ولا شيء معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، وعى ذلك من وعى وجهل ذلك من جهل. طيب ماشي يا يوسف، دي خصائص، دي خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك إيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. صاحب البصيرة مش مستني إنه يروح للآخرة عشان يرى عمله، هو يحاسب نفسه. قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا على أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. تمام؟ أنا شايف إن في ناس يعني سبحان الله، يعني يعني الإنسان حينما يعني سبحان الله ربنا وضع فيك عقل وقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فلما تنكر وجود النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، سواء العين المجردة هذه مقدار علمك لا يتوقف عندها، وعشان تقول لي اديني أبحاث واديني علماء، ذكرت لك علماء وتقدر إنك أنت تبحث فيهم، لأن أنا بقرأ وما بلتفتش إن دي في صفحة كذا ولا في صفحة كذا، لأن ما بدخلش مناظرات ولا مستني إن أنا أدخل مناظرات مع أحد. النقطة الثانية، زي ما قلت لك احنا مش في جدال او ان انا بفرض حجتي عليك، انا بقول كلام انا مقتنع بيه. ليك يا سيدي الكريم حجة قبول هذا الكلام او رفضه، لا انا ابدعك ولا انا اقول لك انك انت خطأ، ولا انت تبدعني ولا تقول لي ان انا خطأ، كل واحد له رأيه وله فكره وله احترامه، احنا بنعرض وجهات نظر. ان الانسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يعني بقلبه، تمام؟ بقلبه. أنت لم تقصد بقلبه، لأن أنت في بداية كلامك قلت اليقظة العين. ويراه يعني عشان تقول لي إن هو بيشوفه بعينه المجردة، تمام؟ لا، العين المجردة هذه لها كلام تاني، ما ينفعش إن أنا أتكلم معاك فيها. بس أنت بتؤمن بالرؤية، بالرؤية بالعين المجردة لا، موجودة. أنا أؤمن بالرؤية القلبية، أؤمن بس بالرؤية القلبية. بس انت هربت من الرؤية للعين المجردة، مع انك والله بقرار والله قلبك الذي كان بتقتنع يمنعه، بيه. اسمع اسمع، انك انت عملت حركه ثانيه من حركات الشيطان. طب ما تقول لي ايه الحركتين عشان ما اعملهمش تاني يا ابني. هقولهم لك بقى بعدين. في ناس بتقول انت، بص يا شيخ انا عايز، كل مره بتتهرب من الجواب، لان بص يا جماعه الخير، اقراري تمام النبي صلى الله عليه وسلم يراه الانسان باليقظه، وإذا اصطفى الإنسان وأكرم الله عز وجل بدرجة الإحسان رأى الملائكة وصافح الملائكة وجلس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في حضرة الله وسمع تسبيح الملائكة.
واستمع لذلك بالأذن المجردة. هذا الكلام في آخر 40 صفحة من تفسير الفخر الرازي، بعده تقدر أنك أنت ترجع له 40 صفحة من سورة الفاتحة في المجلد الأول. الفخر الرازي بقى إيه؟ راجل إيه؟ ضلالي وراجل مش كويس. مين أنت عشان تحكم على الفخر الرازي؟ طيب ماشي، ادينا حضرتك نصايح نعملها علشان نشوف باليقظة زي ما انت بتقول كده، ونسلم على الملائكة ونعمل ايه بقى؟ عشان تسلم على الملائكة عشان تسلم على الملائكة ايوه يا سلام. أصل الله عز وجل هذه هبة يكرم الله عز وجل بها من يشاء من عباده ويصطفيهم لذلك. فسل ماشي، الله. يعني نعمل ايه يعني عشان نوصل زي ما انت وصلت؟ أنت بتقول لي إن أنا وصلت؟ مش انت بتقول انا وصلت وبشوف وبعمل ورأيت ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ احنا عاوزين نوصل زي ما انت وصلت، ادينا الطريق واحنا نمشي وراك، نعمل ايه يا باشا؟ أول حاجة التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تمام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم بعد ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد في الله جل وعلا، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم. يعني العلماء الكبار اللي انا ذكرتهم لك ما كانوش متبعين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا واحد فيهم شاف النبي يوسف. ومين اللي قال لك إن هم ومين اللي قال لك ان هم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقظه؟ لو رأوا لقالوا وذكروا. يا سيدي الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس على مقدار عقولهم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ انت عقلك قد كده وكل متابعينك، اعتذر، عقلهم قد كده. فانا بحدثك على مقدار عقلك، تمام؟ حدثوا الناس على مقدار عقولهم. بس هترجع تقول، استنى يا عم موسى، هترجع تقول يا اخي انت بتنكر الاحاديث وتنكر القرآن الكريم وتنكر الآيات وتنكر التفاسير، وذكرت لك الكتب وذكرت لك العلماء، تجيب العلماء وتقول لي هات لي فيهم اللي قال لي ان انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يا يقظه. عم ما انا قلت لك هات لي الاقوال، ما قعدت تدور في جوجل ربع ساعه وما لقيتش. طيب انا هسال المتابعين، ثواني ثواني يا عم يوسف، انا دورت ثواني يا في عم جوجل يوسف، يعني، بس في حد من جوجل المتابعين هنا شاف النبي يقظه يا جماعه؟ يمكن احنا ايماننا ضعيف والعلماء اللي قبلنا ايمانهم ضعيف. في حد هنا ايمانه قوي متبع سنه النبي صح كما هي شاف النبي في اليقظه؟ يا جماعه ردوا علينا، انا مخي ده هيطير. طيب يا يوسف شوف التعليقات عندك، حد انا قلت ايه؟ هات لي حد شاف النبي في اليقظة. طب ما كله هنا بيقول لا يا يوسف، يعني كل الناس دي زيي برضو جهلة. طب ما مين اللي متعلم ومين يعني احنا كلنا ما شفناش في اليقظة، والعلماء اللي سبقونا ما حدش شاف في اليقظة، ولا حد من الصحابة شافه في اليقظة، تمام؟ بعد موته يعني، ولا حد من التابعين شافوا يقظة. امال انت يعني طلعت منين عشان تشوفوا يقظة؟ مش فاهم انا، انت والفخر الرازي والامام السيوطي شفتوه في اليقظة امتى وفين؟ وابن ابي جمره والحكيم الترمذي، وابن ابي جمرة والحكيم شفتوه في الترمذي اليقظة فين يعني؟ حكيم فين الترمذي حتى؟ فين حته شفناه؟ يا سيدي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عليك في حياتك قبل وفاتك. انت وانت موجود الان هو بيشفع لك، يعني الان تنال شفاعته، وليست الشفاعه اللي موجوده في الاخر. انا قلت لك في فرق، حدثوا الناس على مقدار عقولهم. أتريدون، في ناس بتقول هتحاسب من الله. أنتوا شايفين يا جماعة إن إحنا بنتكلم في شرك ولا بنتكلم في كفريات؟ يعني في ناس شكلهم جايين من عندك، أو ناس برضو يعني يا أخي، حدثوا الناس على مقدار عقولهم. إذا كان الله عز وجل يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ما تعملش شاهد بلوك لحد، ما تعملش بلوك لحد من عندي، خلي الناس تعبر عن رأيها في التعليقات. المؤيد ليك بيجي هنا بيقول لي يا شيخ انت كلامك غلط، والمؤيد ليا بيجي لك انت بيقول لك يا شيخ يوسف كلامك غلط. بس انا الحجة معايا قوية يا يوسف، انت بتتكلم كلام في ربنا الفاضي. سبحانه استنى فيكم، ربنا بيقول لي: واعلموا ان فيكم رسول الله. واعلموا ان فيكم رسول الله، عارف يعني ايه فيكم رسول الله؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ما تكمل الآية يا عم يوسف، ده الكلام ده بتتكلم عن في حياة النبي. واعلموا ان فيكم
رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يا سيد الكريم، أنا عشان بس تكون على بينة، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اعتقادي أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، أنا بكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أكرمني الله بذلك كنت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أكرمني الله في الدنيا كنت في حضرة الملائكة، وإن أكرمني الله في الدنيا وأكرمني بذلك كنت في حضرة الله جل وعلا في الحضرة الإلهية. والحضرة الإلهية ديت يستشعر الإنسان فيها بعين البصيرة لا البصر، لأنه هناك فرق بين البصيرة وبين البصر، ابحث عنهم تمام، في فرق بين البصيرة وبين البصر. العين المجردة هذه مسحورة من إبليس تمام، يعني لا ترى الحقائق على وجهها، أو لو ترى الحقائق على صورتها الطبيعية. أما البصيرة فهي من الله جل وعلا، فبالبصيرة الإنسان المؤمن التقي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الملائكة، يرى الله جل وعلا في حضرته، لكن الرؤية الحقيقية في الآخرة تمام. أما هنا الرؤية بإيه؟ بالقلب. بالقلب التقي يا جماعة أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تصور أن النبي، يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، اجلس كده مع نفسك في وقت من الأوقات وقعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، واستشعر وجود النبي معك، والله النبي بيكون معك. إيه رأيك؟ وقول السلام عليك أيها النبي، والله يرد عليك السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمع هذا بأذني. بقول لك إيه، حدثوا الناس على مقدار عقولهم. هل اسمع باذني عندما يرد علي النبي؟ انا هجربها النهارده يا عم، ايه رايك؟ والله انا اقول لك، يعني انت لو، انا مش عايز اتكلم لانتقص من حد تمام، بس انا بقول لك ايه، كل انسان ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه عقل، وضع فيه بصيره. انا اسالك سؤال، في الاخره النبي صلى الله عليه وسلم يرى عملك ولا لا يراه؟ لو واحد بيقول لي انت مضلل يا احمد، انا مضلل يا ابني؟ ده انا بقول لك اتبع ال 200 300 عالم. يا عم احمد، يا عم احمد، انا اسالك، هل انت النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع على عملك في الاخره ولا لا يطلع عليه؟ افترضنا هيطلع، تمام ماشي معاك. مش افترضنا، كلمه افترضنا ديت تبقى انت مش مسلم. ماشي، هيطلع على عملك. ماشي، عارف كلمه اشهد؟ معنى كلمه اشهد معناها ايه؟ يعني ارى. أرى، أشهد أن محمد، يعني أرى أن محمد، دي كلمة الشهادة. فالنبي ما تقولش افترضنا، كلمة افترضنا دي اركنها على جنب. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم سيرى عملك جميعه في الآخرة. العبد المؤمن التقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنار بصيرته، وإذا وضع الله عز وجل فيه الخشية، وإذا وضع الله عز وجل فيه، يعني سبحان الله، المراقبة، استشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معه في كل عمل هو يعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيراك في الآخرة، والآخرة والدنيا من علم الله جل وعلا ومن عالم الملكوت لا شيء. هنا في سؤال، في عالم كنا موجودين فيه قبل ما نأتي للأرض، سمعت عنه العالم ده، عالم الذر. تعرف إيه هو عالم الذر؟ عالم الذر ده أنت كنت موجود، وآدم كان موجود، ونوح كان موجود، وإبراهيم كان موجود، وإسماعيل كان موجود، كلنا كنا موجودين على يد الرحمن جل وعلا، ثم نفر الله عز وجل من نوره، فعلم من يصيب النور ومن يخطئه، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ألست بربكم؟ أنت قلت بلى وأنا قلت بلى. أنت فاكر حاجة عن كلمة بلدي؟ كلمة إيه؟ كلمة بلدي، أنت فاكر حاجة عنها؟ بلى؟ آه بلى إيه؟ مش يوم بلى، ما تعرفش يوم بلى؟ يوم القيامة إيه؟ أنت ما تعرفش ميثاق بلى؟ لا ما أعرفش. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما تعرفش عنها أي حاجة؟ ما قرأتش عنها؟ لا عارف، بس ميثاق بلدي أول مرة أسمع ميثاق بلدي، يعني بس أعرف ميثاق اللي هو يوم الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم. أنت تعرف إن في القرآن الكريم عدة مواثيق على المؤمنين؟ تعرف تذكر لي منهم ميثاقين؟ ميثاق الذر اللي هو حضرتك ذكرته. الآية اللي بيقول: لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وإذا أخذ الله من قوله تعالى: وإذا
ده في سورة آل عمران، في أول آية في السورة في الصفحة اللي على اليسار: وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أكلمك المؤمن ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليه ميثاق يوم بلى، وأخذ عليه ميثاق آخر. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ما تقوليش الصحابة، الله يرضى عنك. تمام. وقوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. وقوله تعالى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيضا في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: وإذ أخذنا وإذ في سورة الأحزاب، قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فالمواثيق كثيرة جدا. هل أنت بقى ميثاق بلد اللي أنت قلت بلده وشهدت على نفسك، هل أنت فاكر حاجة عنه؟ ميثاق الذر؟ لا انا مش فاكر، ولا حدش فاكر خالص. هل أنت عنه؟ ما تقولش بقى ما حدش فاكر. كلمة ما حدش فاكر ديت اطلع عليها بقى، دور عليها في الكتب، دور عليها في التفاسير. تمام؟ لأن صاحب البصيرة فاكر الميثاق ده. طيب أنت مش فاكر إن آدم في نفس الموقف ده، بالفطرة الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو ربه، والفطرة السليمة. تمام. معايا لما ما احنا لو فاكرين الميثاق، ما ربنا ما كانش أرسل الأنبياء يا عم يوسف. شوف انت برضه عملت حركه من حركات ايه الشياطين برضه. تمام، راجع الفيديو كده في نفس اللحظه دي بقى قبلها ب3 ثواني، وبص على حركات ايدك وحركه اصدرتها في فمك برضه لما قلت لك كده، وابحث عن ايه حركات الشياطين في جوجل، هما مصورينها. عموما عموما بص يا عم احمد، انت راجل محترم. تمام، وصدق انت النبي قلت صلى لي الله عليه 3 حركات من حركات الشياطين، قولهم لي يا عم عشان ما اعملهمش تاني. وسلم، انت راجل محترم، انت راجل محترم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: حدثوا الناس على مقدار عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ تمام، فانت معذور. غفر الله لي ولك. قول معايا: سبحانك اللهم وبحمدك. هو الحديث ده مذكور فين يا أستاذ؟ حدثوا الناس على قدر عقولهم. قول معايا: سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث مذكور في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ مش على قدر عقولهم. انت لا، بص انا اقول لك على حاجه، في فرق. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وفي ايه ثانيه في القران الكريم بيقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: سيذكر من يخشى. ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان في ايات قرانيه، لما تيجي مثلا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سوره سبأ: ولو ترى اذ المجرم، ولو ترى، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه، ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. شوف النبي، الله عز وجل بيخاطب النبي: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. لو انت رجعت للقصه دي كلها وبحثت فيها، تجد ان احنا في علم الله جل وعلا ماضي، والله عز وجل يعني سبحان الله، اهل الجنه في الجنه الان، واهل النار في النار. ما تعمليش كده، دي حركة من حركات الشياطين برضو. لا بقول لك ما تعمليش كده. يبقى انت بقى بص يا شيخ، انا ارى ان الحديث معاك شيق، لكن سبحان الله انت ما عندكش، يعني ما عندكش علم، والله اعلم. انا باخذ من علم الشيخ ابن باز وابن عثيمين ومن قبلهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. فإن أخذت من هؤلاء تمام، وهم يأخذون من سنة رسول الله، فقد نجوت. ولا أريد علمك ولا أريد كل ما تقوله، فهو لا يلزمني بشيء. أنا أتبع قول الله وقول الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما غير ذلك فلا يلزمني بشيء، لأنه لم يأمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هرطقات فارغة تمام تجرك إلى الضلال. وأنا أشفق على 800 ألف اللي عندك دول، كلهم سحبهم وكلهم أضللتهم يا يوسف بدون علم. فجزاك الله خير، عود إلى سنة رسول الله وإلى كتاب الله، وسيبك من الفلسفات الفارغة. الله يكرمك، دي النصيحة اللي أنا حبيت أقولها لك. اتق الله،
تمام، وما تقولش خد من ال 800 ألف اللي انت جاريرهم الى الفساد والضلال، هذا كلام ستسأل عنه يوم القيامة. والله لو دعوت عليك دعوة لأصابتك، والله لو دعوت عليك دعوة الآن لأصابتك. وأنا لا أحب أن أدعو عليك، لأن أنا أدعو، لا أدعو لأخي المسلم ولا أدعو عليه. لا اصل انت بص اقول لك على حاجه، انت يعني افتريت وبتقول لي 800 ألف جاررهم للضلال، انا اكلمك في الايمانيات وانت انسان جاهل بالايمانيات. يعني تمام، الإيمانيات، انا اكلمك بالايمانيات وانت انسان جاهل بالايمانيات، فانت معذور. الامام نحن الشافعي نقول ان الانسان لو يعني ما يجادلش الجاهل. تمام، انت انسان جاهل بالايمانيات فانت معذور. تمام، لكن اشفق على الكتب اللي وراك دي كلها، انك انت يعني سبحان الله يعني ما قراتش فيها، وكلامك لا يضرني ولا ينفعني. تمام، كلامك لا يضرني ولا ينفعني. وعلى فكره سيبك من ال 800 ألف اللي هنا، خليك في ملايين تانية موجوده في الفيسبوك وموجوده في اليوتيوب. تمام، واشفق عليا، انت راجل محترم والله. بقول لك ايه، يعني انت يعني شبهتني بالضلال يا راجل، ان انا باخد الناس لطريق الضلال. يعني لما اكلمك عن الاحسان واكلمك عن الايمانيات، انت قرات حاجه لابن القيم في الايمانيات؟ هل ابن قرات القيم قال برؤية النبي يقظة في المنام؟ رؤية النبي في اليقظة؟ حاسس انك انت ماسك مصاصة وعمال تتشدق بها، جالس تتشدق بالمصاصة رايح ما هو جاي. ما هو الإيمانيات أنا ما بختلفش معاك فيها، قول لي في الإيمانيات من هنا للصبح على قلبي زي العسل. قول في الإيمانيات. في كتاب انصحك بقراءته اسمه مشكاة السعادة للغزالي، ولا الغزالي ضلاله هو كمان. قول الغزالي والرازي والجويني، هم دول اللي مش عارف غيرهم انت. طب دول رؤوس الأشعرية. الترمذي تعرفه؟ الترمذي الفقيه كانوا بيسموه الحاكم او الحاكم الترمذي، حكيم. ايه رايك فيه؟ إمام الترمذي عليه رحمة الله، مش الترمذي بتاعنا ده بتاع كتب السنة الحديث. السنه والحديث. تمام. طيب في كتاب اسمه ليه؟ رياضه النفس ومحاسبه النفس، لاربع كتب في المكتبه الشامله. كل كتاب يعني بتاع 45 صفحه. اقراهم هيفيدوك كتير قوي. ربنا يصلح حالك يا عم يوسف يا رب. غفر الله كده لي، شوية. غفر الله لي ولك. انت راجل محترم والحديث معاك شيق. تمام، لكن لا لا احنا زلت لنا طلعة تانية، بس بالله عليك جهز لي المصادر بتاعت اللي قالوا برؤية النبي يقظة في المنام. تمام، وهناخد جولة تاني مش هنتعبك فيها، يعني ما تقلقش يعني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم توهك هل الجماعة كانوا عايزينك ترد على خاطب الناس على قدر عقلهم، تريدون أن يكذب الله ورسوله، فكانوا عايزين مصدر الحديث يعني. إذا كنت أنت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، علي صوتك شوية مش بسمعك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنت بالنسبة له إيه؟ إزاي أنا بالنسبة له إيه؟ مين مش فاهم إبراهيم؟ يعني. مين إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم نبي من أنبياء الله العظام، وهو من أولي العزم الخمسة، طيب هو إيه بالنسبة لنا إحنا؟ نبي من أنبياء الله العظام، يعني إيه يعني؟ هو خليل الله. يعني انت مش ابن ابراهيم؟ ما أنت توضح بقى، تقول أنت بتسأل عن إيه؟ إحنا انا اسالك، انت ابن ابراهيم عليه السلام ولا مش ابنه؟ نعم، نحن أولاد إبراهيم عليه السلام، من ذريته نحن؟ من من ذريته ذرية. نحن، صح؟ والآيات هو الكبرى انت، ما هو خلي بالك، خد هو بقى خلي انقل بالك، معايا بقى، خد بس عشان انقل معايا. يقول النبي صلى الله عليه احنا وسلم ابناء لم ادم، يكن، لكن انت لو قلت انا من ذرية ابراهيم يبقى انت من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا من ذرية إبراهيم، وكل واحد مؤمن من ذرية إبراهيم، من صلبه خرج من الشجرة دي، منه نفسه ذريته. وهذا ما أوضحه الله جل وعلا في القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من هي الأمة المسلمة؟ من ذريتنا دي من دي للعموم ولا الخاصة ولا للتبعيض ولا ايه؟ ذريتنا أمة مسلمة لك، من هي الأمة المسلمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله لدعائه فبعث الرسول ولا ما بعثهوش؟ نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش كان عمه أبو لهب، وكان يعني من ذرية إبراهيم؟ الله
عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت مجادل ولست أي طالب علم ولا تبحث عن علم. قال الله عز وجل تفضل. أم اسمع أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد يا آتينا، يوسف يا اسمع، يوسف فقد يا آتينا يوسف آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة والحكمة والنبوة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. آل إبراهيم اللي هما ذرية إبراهيم، تمام؟ ماشي. قال الله هل عز كل وجل ذرية إبراهيم مؤمنين يا يا يوسف؟ هل كل ذرية إبراهيم؟ كل ذرية اللي من صلب اليهود والنصارى دولت مش من ذرية إبراهيم، من نسل إسحاق، من ذريته ولا مش نعم، ذريته؟ هل دول كلهم ظالمين، مؤمنين؟ لا دول بقى الظالمين لأنفسهم. لكن بقى المؤمنين بقى فين؟ اللي ذكرهم القرآن الكريم في سورة الحج في آخر آية، قال الله عز وجل انت كلامك وجاهدوا في اتغير كده يا يوسف، انت قلت كل مؤمن هو من ذرية ابراهيم، طب ما في كفر من ذرية ابراهيم عليه كل السلام. انت بتقول كل مؤمن من ذرية إبراهيم، أما الكفر أيضا ده الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم من آمن به ومنهم من يا صد عم عنه. يوسف، يا عم يوسف، يا عم يوسف، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده الآية بتقول فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وربنا قال في الآخر جنات وعدن يدخلونها. التي ذكرت الآية اللي أنا ذكرتها لك في سورة النساء، قال الله عز وجل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. مين اللي آمن ومين اللي من صد؟ من آل إبراهيم. يبقى أبو لهب ده من آل إبراهيم لكن صد عن الدعوة وصد عن الرسالة. قال الله عز وجل وجعلنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين. قال الله عز وجل في سورة الحديد الآية اللي بتقول لك إيه، ولقد أرسلنا نوحا، قوله تعالى إيه، فمنهم يعني في الذرية إن إيه، منهم اللي آمن ومنهم اللي كفر. طيب إبراهيم هو أبو المؤمنين، في دليل على ذلك أي واحد مؤمن محافظ على الصلوات هو من ذرية إبراهيم، ابنه من صلبه، خرج من صلب إبراهيم. أي مؤمن محافظ على الصلوات، هل في دليل أو كلامي عبث؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم ملة أبيكم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. عارف اجتباكم في إيه؟ يعني اختاركم كده، نقاكم بالواحد، اختارك كده بعناية. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. انا معايا ابن عمي مش بيصلي، ده من ملة ابراهيم ولا ايه؟ هو ده ممكن يكون ظالم لنفسه. من ملة ابراهيم ولا مش من ملة ابراهيم؟ انا قلت لك في مؤمن ومنهم من فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه. هم اليهود الاثني عشر اسباط دولت كانوا من ذريه مين؟ مش من ذريه اسحاق. اسحاق ده مش كان من ابراهيم؟ ما انت لسه قايل اللي بيصلي ومحافظ على صلاته ده من ذرية ابراهيم، قلت لك ابن عمي مش بيصلي، قلت لي برضه من ذرية ابراهيم، هو انت واخدني كده معاك كده معاك يا اخي؟ انت توهتني معاك يا يوسف. وانت اللي واخدني كده معاك وراجع كلامك هتلاقي ان انت بتقول يعني هم كل المؤمنين من ذريه ابراهيم. قلت لك اه كل واحد مؤمن بيصلي ومحافظ على صلواته من ذريه ابراهيم. قلت لي طب ابو لهب مش ده كان كافر ازاي من ذريه ابراهيم؟ قلت لك اه بالايه القرانيه اللي في سوره النساء. انت اللي فوق واعرف انت بتتكلم ازاي، ما طب تخليش واليهود الشيطان. والنصارى مش من ذرية إبراهيم؟ من ذريه ابراهيم طيب ماشي، قال يعني الله عز يعني دول وجل، إيه؟ قال الله عز وجل وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن وجعلنا في سورة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد، صلوا على النبي. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت بعد ما سيدنا إبراهيم ناقش القوم، ذكر في الآية قال فيها بسم الله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، تمام؟ وبعدين يعني سبحان الله منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني في اللي آمن بالرسالة وفي اللي صد. اللي آمن بالرسالة سيدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة اعملي فلن يغني عنك نسبك، تمام؟ فأنا ذكرت ده، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كل من يقيم الصلاة هذا من ذرية إبراهيم عليه السلام، هذا دعوة إبراهيم، تمام؟ إذا أنا عايز أختصر لك نقطة واحدة بس في بداية الحديث اللي أنت بدأته معايا، لما أنت قلت انت مش هتبطل بقى تفسير احلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يبق من النبوه شيء الا المبشرات، فقال الصحابه وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن وترى له، والرؤيا الصالحه جزء من 49 جزء من اجزاء النبوه. طب انت عارف يعني ايه جزء من اجزاء النبوه؟ معناته انك انت من نسل ابراهيم، فكل من يرى رؤى ده من نسل ابراهيم، لكن هناك من يراها من الشيطان
وتلاعب به الشيطان، وهناك من يراها من الله جل وعلا. ويرتقي الإنسان في الإيمانيات لدرجة أنه في الإيمانيات يطأ بقدمه ايه تمام كل على الحته النبي دي صلى الله عليه يعني كل من يرى الرؤيا فهو من ايه؟ وسلم. كل من يرى رؤيا فيه جزء من أجزاء النبوة، لأنه من ذرية إبراهيم. طب من غير يمين، انا واحد مسيحي امبارح قال لي، مش من فتره كده، قال لي عندي حلم عايز افسره. انت فايق، مش قلت لك فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه؟ فايق انت، طب ما هو راعي رؤيا، يعني ده عنده جزء من النبوه؟ فيه جزء، ما هي اجزاء النبوه كتير، ما هي جزء الرؤيه. انت بتنكر احاديث النبي، انت فايق يا اخي. الرؤيه الصالحه جزء من 46 جزء او من 49 جزء من اجزاء النبوه. الرؤيه الصالحه الصالحه، فايق انت ولا مش فايق؟ انت شكلك كده ايه، غفلت. حديث شيق تمام، بس اسمح لي ايه، مش هينفع ان انا ايه اخليك في الاضافه عندي، فخلينا كده ايه، ما ينفعش ان احنا نتبعك. قول معايا: سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. يوسف شال الإضافة عني عشان خايف يطلع معايا تاني، عشان أفحمته. طب انت ما تقولش افهمتني بس، الله يرضى عنك. خلاص يعني انت فهمتني وانا متقبل ذلك. انا انت فهمتني، وجهة نظرك صح عمل لي وكلامك بلوك، عمل لي بلوك. تمام. لا ما تقلقوش، الشيخ أحمد جامد برضه، يعني إحنا بنطلع مناظرات مع أحمد حرقان والناس التقيلة دي، يعني يوسف دي لسه ضعيف برضه، مش هيسد معانا برضه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم شكرا يا عم وبحمدك، يوسف، لا انت وبركاته. السلام عليكم، بارك الله سلام. فيك، امان الله. جزاك الله خير. اقفل بقى من عندك عشان مش عارف. ما دام هو قال لي بعمل لك بلوك ومش هطلع معاك تاني، اعتبر ان احنا انتصرنا في المناظرة دي، تمام. و واحنا يوسف بفضل الله علمنا عليه بالحجة والمنطق والعقل وأقوال العلماء، والحمد لله، الحمد لله انتصر الحق وانتصر المذهب الصحيح. ويوسف ده يا جماعة أرجوكم اللي بيسمعوا، أرجوكم، فهو لا يفقه شيء، واللي بياخد منه أرجوك أنت في رايح في داهية. اتبع أقوال العلماء الصحيحة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، واتبع أقوال العلماء، تمام. قال لك سلف، اتباع السلف الصالح، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، العلماء الكبار، خد من الأئمة الأربعة اللي بياخدوا منهم كل الأمة، يعني حتى أشعرية، سلفية، ماتريدية، كله بياخد من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، وعندك علماء كبار. لأن يوسف لما نزنقوه في حاجة بيتوه مني، بيتوه، ما مش لاقي فلسفة ترد عليه. رجاء خاص يا شيخ، أوعى تدخل معاه تاني. لا إحنا الحمد لله ما دخلنا معاه، يعني مش عايز نقول افحمناه، يعني بس اظهرنا ان هو بكل شيء يقول لي انت جاهل، انت جاهل، انت جاهل. طب ما انت عالم، ما ترد علينا تقول لنا علمك ده موصلك لفين. يعني انا بقول له مين سلفك من العلماء ذكر رؤية النبي يقظة؟ يقول لك يقظة انا قصدي القلب.